إذا وجد الشخص عند القمامة شيئا ثمينا أو شيئا ينتفع به فهل يأخذه أو يتركه؟ لا ما يأخذ، إذا كان ثمين هذا الدليل على أنه ألقي خطأ، أنه ظهر مع القمامة خطأ، ما يمكن شيء ثمين يلقونه، هذا هذه لقطة. نعم، خرجت مع القمامة خطأ من باب الخطأ. نعم أحسن الله إليك. يقول السائل: وأيضا القمامة أهلها معروفون، أهلها معروفون، فتذهب به إليهم ولا تسمى لقطة، هذه ما تسمى لقطة، لأن أهله صاحبها معروف، وصاحب البيت أو المكان القريب فصاحبها معروف، ما هو لقطة هذه. نعم.